هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده في انخفاض طفيف في درجات الحراره، وان الطقس هيكون شديد الحراره نهارا على اغلب الانحاء، حار رطب على السواحل الشماليه، بس بالليل الجو هيكون مائل للحراره ورطب على اغلب الانحاء ومعتدل على السواحل الشماليه. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الجو النهارده من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه هاله وعلى كل الساده المشاهدين، تحياتي لحضراتكم. يعني يا دكتور النهارده انخفاض طفيف كده في درجات الحراره، بس بيقابله ارتفاع في النسب الرطوبه، ده معناه ايه؟ وهل الموجه الحاره كده انتهت ولا لسه مكمله معانا؟ بالفعل هنقدر نقول ان الموجه الحاره اللي كنا بنشهدها بدات تنكسر، لكن بشكل نسبي مش بشكل كبير، تحديدا كمان على شمال الجمهوريه حتى القاهره وبعض محافظات شمال الصعيد، مش على كافة مناطق الجمهورية، لأن جنوب الصعيد هيظل يسجل درجات حرارة فوق الـ 44 درجة مئوية، لكن بالفعل يمكن منذ الأمس بدأنا نلاحظ حتى القاهرة الكبرى بدأ الجو يقل عليها شوية من حيث درجات الحرارة. اليوم كمان هيكون في انخفاض آخر في درجات الحرارة بالنسبة للقاهرة الكبرى، وهتبدأ تسجل أقل من الأمس بمعدل درجة لدرجتين، يعني بالأمس سجلت القاهرة في حدود 37 ل 38 درجة مئوية، النهاردة متوقع أنها تسجل في حدود 35 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وطبعا دي بتكون أعلى درجة حرارة بنوصل ليها، واللي بتكون خلال فترات الظهيرة. وزي ما احنا متعودين دايما كلما اتجهنا في اتجاه محافظات الجنوب بترتفع درجات الحرارة تدريجي، علشان توصل زي ما قلنا على محافظات جنوب الصعيد لحدود ال 44 درجة مئوية، وعلى العكس تماما السواحل الشمالية بتكون عليها أقل درجات حرارة على مستوى الجمهورية. وزي ما قلنا في البداية احنا ملاحظين بداية تحسن نسبي في الأحوال الجوية من الأمس، أقل درجات حرارة على مدار هذا الأسبوع هيتم تسجيلها النهاردة وبكرة إن شاء الله، هتكون العظمى على القاهرة ما بين 35 ل 36 درجة مئوية خلال ساعات النهار. كمان هيكون في اليوم وغدا نشاط للرياح بشكل ملحوظ على العديد من مناطق الجمهورية، سرعات الرياح هتكون في حدود 35 كيلومتر على الساعة، بتصل على بعض المناطق الأكثر من 40 كيلومتر، هتكون كمان مثيرة لبعض الرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، يعني مناطق من وسط وجنوب الصعيد ممكن يبقى عليها إثارة لبعض الرمال والأتربة اليوم. كمان بيستمر معنا اليوم وغدا نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط وشواطئ البحر المتوسط اللي بيوصل ل 50 كيلومتر على الساعة، وده بيكون بيؤدي بالفعل لاضطراب في حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، وبيرفع الأمواج هناك لحوالي 2.5 متر. علشان كده لازال التحذير اللي وجهناه منذ الأمس للمصيفين والمستفقين على شواطئ البحر المتوسط لازال هذا التحذير قائم، بنحذرهم طبعا ونقول لهم اتباع التعليمات أو تعليمات المسؤولين على الشواطئ هناك طبعا. ولكن الخريطة بتشير طبعا أنه بداية من يوم الأربع القادم هيبدأ يحصل شوية تغير في مصادر الكتل الهوائية، يمكن احنا سبب الانخفاض الحالي هو تغير في مصادر الكتل الهوائية عن الفترة اللي فاتت، مع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا عمل على هذا الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، لكن من يوم الأربعاء هيبدأ نعود مرة أخرى لوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وبالتالي من يوم الأربعاء إن شاء الله متوقع بداية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مرة أخرى. بنشكر حضرتك دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات، وهنبدأ من القاهرة. درجة الحرارة العظمى فيها 35 والصغرى 26، والعاصمة الإدارية 36-26، الأسكندرية 33-24، والعلمين الجديدة 33-24 أيضا، مطروح 31-25، ودمياط 32-25، بورسعيد 33-27، والإسماعيلية 38-25، السويس العظمى فيها 37 والصغرى 24، والعريش 34-25، أما كاترين فالعظمى فيها 31 والصغرى 18، وطوبة 36-25، حلايب 37-30، شلاتين 40-30، أيضا شرم الشيخ 40-30، الغردقة 42-31، فيوم 39
32 26 وبني سويف 39 25 الوادي الجديد 44 26 واسيوط 40 26 سوهاج 41 28 وقنا 43 29 الاقصر 44 29 واسوان 44 30 دي كانت نشرتنا الجويه المفصله ودلوقتي هنعود مره تانية لمحمد ومنا لاستكمال فقره صباح الخير يا مصر. شكرا ليكي يا هاله. شكرا.